حافظ من الشرف بدون حياك الله انت الشرف. والله هي الانبار مو بعيده علي ولا بعيده على الطيبين، يعني انا دائما اجي ناس وخوالي واصدقائي الاعزاء بالفلوجه بالانبار كل المناطق اللي موجوده اعزاز علي، بس تدري بالك كم تذبح لي عشان اذبح لي طبيب يطلع عمرك ان شاء الله ربي يحفظك يا صفحه. نتشرف بك احنا اليوم، احنا لنا الشرف الخير والبركه. اقول لك اهل الكرم موجود، ماكو داعي واحد يقول علي نعم منك ما عليك. والله ايام الوجع والله ان شاء الله ما يبقى وجع بهاي المحافظه. احنا علاقتنا طيبه بالناس اللي موجودين، وانا اليوم في ضيافه الشيخ حج ظاهر هادي العاصي عيسى، وهذا زلمه الخير الطيب حقيقه يعني من اصدقائي وعزيز علي، وابى الا ان يتصل بي وقال لي اخوي اليوم تعال يمي. قلت له والله يوم اردش معنا وقامه عوض النوم تعال. الله يعزك ربي يحفظك استاذ حافظ. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ حافظ. شكرا جزيلا. محافظه الانبار من ناسك واهلك تشرف فيك.